قاعدة خذها معك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فساك السكوت يا أخي. واجب على المسلم قبل أن يتكلم أن يزن كلامه وينظر عواقبه وآثاره قبل أن يتكلم، يزن كلامه بالميزان الصحيح. إن كان كلامه يسبب الخير يتكلم، كان كلامه يسبب الشر يمسك. عندك ناس عوام، عندك ناس جهال، عندك ناس متحمسين، فأنت راعي المكان والجماعة التي تتكلم فيها. كلمة واحدة يهوي بها في النار. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. أي اسم رحمة الله؟ وحلف على الله أنه ما يغفر لفلان. أساء الأدب مع الله عز وجل أنه ما يغفر لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال بعض الصحابة: هذا الرجل قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية. هذا في خطر اللسان وخطر الكلام في الفتنة، خطر الكلام في غير محله. امسك لسانك إلا بالحق.